ضمن أجواء من الفرح أحيت كنيسة السريان الكاثوليك احتفالاً بعيد القديس بربارا في صالة الكنيسة بمدينة الحسكة. تضمنت الفعالية مسابقات ثقافية ورياضية ورقصات فنية شارك فيها الحضور. المشاركون أكدوا أن عيد القديسة بربارا هو مناسبة للفرح وجمع القلوب على المحبة، وهو طقس اجتماعي يجذب مختلف الشرائح من أبناء مدينة الحسكة ليعيشوا أجواء العيد، متمنين أن يعم الأمن والسلام أرض سوريا بهمة رجال الجيش العربي السوري. إن شاء الله هيكون احتفالات دائمة ومستدامة لنعبر على الفرح وعلى الأمن والسلام، واللي بنتمناه كمان لسوريا الحبيبة أنه يكون في أمن وسلام وازدهار أكثر وأكثر. ونشكر كل المحبين. عملنا حفلة بربارة للأطفال من عمر 3 سنين لل 15 سنة، كانت متضمنة مسابقات، نشاطات، رقصات وهدايا كتير للأشخاص اللي تميزوا بهذا الحفل. الهدف منها كانوا إدخال الفرحة والسرور لقلب كل أولاد الحسكة وسوريا كاملة، وإن شاء الله هيك نتمنى بهالعيد يعم السلام أكثر وأكثر بسوريا. كان عندنا بربارة وكثير مبسوطين وتنكرنا، وكل سنة وكل العالم بخير. كل سنة بربارة وأنتم بخير، إن شاء الله هذا العيد يضل علينا دائماً. كل سنة وأنتم سعيدين. شكرا كثير على هالحفلة الطيبة، وإن شاء الله كل سنة نحتفل فيها. نحن عم نحتفل بحفلة البربارة، ونتمنى يصير النصر لسوريا. احتفالات وفرح تعم أرجاء المحافظات السورية بعد التعافي من الإرهاب بفضل انتصارات أبطال الجيش العربي السوري.